أبطال حافظوا على الأمن الداخلي وشاركوا في معارك عديدة، احتفلوا اليوم بعيدهم 95 بمشاركة من فنانين ورياضيين. أزكى التهاني والتبريكات إلى شعبنا العظيم ومراجعنا العظام وإلى دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وإلى السيد وزير الداخلية الوكيل الأقدم وإلى منتسبي وزارة الداخلية وإلى الجيش العراقي وإلى قيادة شرطة بغداد ضباطاً ومراتب. مناسبة عيد الجيش العراقي العظيم والشرطة العراقية البطلة، حقيقة هذه الدورة تخرجت هذا اليوم هي الدعم وإسناد قواتنا في الداخل وأيضا إسناد قطاعاتنا اللي جاي تقاتل في تحرير نينوى. تلقوا الدروس الاختصاصية من التدريب الأساسي والقتالات الخاصة والقتال الأعزل والقتال في المناطق المبنية ودروس في التدريب الاختصاصي المهني لمطاردة الجريمة المجرمين وإلقاء القبض على المجرمين وتطبيق القانون وفرض النظام، حقيقة ومراعاة حقوق الإنسان. الدروس اللي تلقوها بهذه الدورة هي دروس نظرية وعملية على مدى 90 يوم. حقيقة هذه الدورة دورة سميناها دورة التحرير تزامنا مع عمليات قادمون يعني نوى. هؤلاء الرجال هم رجال لحماية القانون وفرض النظام.
بمناسبة أعياد الشرطة العراقية المجيدة 95، نهنئ الشعب العراقي العظيم بهذه المناسبة ونعاهد الله والوطن أن نكون الدرع الحصين وحفظ الأمن والنظام. باتت الشرطة العراقية خرجت عن نطاق حفظ الأمن وعملت بجنب مع جنب مع أفراد القوات الأمنية الأخرى بمحاربة داعش والانتصارات من الشرطة الاتحادية، وإن شاء الله السنة القادمة سوف نحتفل بعيد الشرطة بتحرير كافة أراضينا، وكل عام وأنتم بخير. تم تخريج أكثر من 30 دورة اختصاص للتحقيق الجنائي، عندنا عدة وسائل إيضاح نشرحها الأخواننا الضباط، سواء من رتبة ملازم إلى رتبة عقيد. هي الوسائل الإيضاحية كالآتي: عندنا صور فوتوغرافية، وعندنا مسرح جريمة، وعندنا كتاب يعني الانترنت اللي نشرح به، نعرض جرائم ونشرح بكيفية اكتشاف الجريمة. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في إيصال المادة القانونية وكيفية التعامل مع المجرمين، اللي هي تعتمد على كشف الأدلة وماهية اكتشاف هذه الأدلة من مسرح الجريمة، وكيف تكون القيادة لضباط التحقيق في هذه المسارح أو مسرح الجريمة. فإحنا أعطينا أولية لمسرح الجريمة لغرض رفع الأدلة المادية واستخدام الطرق العلمية في اكتشاف الجريمة. نهنئ أبناء شعبنا العراقية رجال الداخلية بعيد 96 لعيد الشرطة العراقية الأغر. نحن الآن في مركز بغداد، تلقى الضباط والمنتسبين والمراتب دورات للقتال الأعزل والقتال بالبنايات والكيناين. رص الجبهة الداخلية ضروري لدعم الجبهة الخارجية التي قاتل فيها الشرطة الاتحادية، الذين قاتلوا دواعش في الأنبار وفي صلاح الدين وفي مكحول حاليا في الموصل. نتمنى من الله العزيز القدير أن يمن الأمن والأمان على شعبنا والنصر لأبناء شعبنا وخصوصا وزارة الداخلية في كافة الجبهات. نتقدم بالتهنئة إلى السيد وزير الداخلية وإلى كافة ضباط ومنتسبي هذه الوزارة البطلة. طبعا اليوم المهرجان كان تحت رعاية وإشراف السيد قائد شرطة بغداد، وتضمن الاستعراض مسير العسكري وفقرات الرياضية وفقرات الكلاب البوليسية، وقد نال استحسان الجمهور والضباط والحاضرين، وقد حضر هذا المهرجان اللاعبين المنتخب العراقي السابقين وكذلك لاعبي الأندية والفنانين، مشاركة منهم مع أخوتهم أبطال الشرطة العراقية والقوات الأمنية. نبارك أعيادهم إن شاء الله ونشارك أعيادهم. اليوم حضرنا إلى هذا الكرنفال الرائع شرطة بغداد بقيادة اللواء الركن علي الغريري، طبعا مشكور، وحضروا كل الفنانين، كثير من الفنانين الرواد، وأنا جزء من الفنانين، ليس من الرواد، لكن يشرفني يعني أشرف أكون مع أخوتي وأساتذتي الرواد الفنانين حضروا وياهم، وأكيد الشعراء والصحفيين والرواد المبدعين الرياضيين الكوابتن القدامى. اليوم احنا طبعا حضرنا نشاركهم أعياد الشرطة العراقية، ويا رب الشرطة العراقية كل عام وهي بألف ألف خير. كانت قناة النهار أراك الفضائية اليوم متواجدة وسط هذه الاحتفالية لمؤازرة أخوتنا في الشرطة في هذه الاحتفالية. لا يسعنا في الختام سوى أن نتمنى من الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان على جميع أنحاء العراق. إلى اللقاء.